مش لاقي المدار. شوفيهم فوق الدولاب. القصير يا سعيد. فين القميص السبور المخطط؟ يمكن راح غلط مع قصير البيت. طب روحي شوفيه حالا عشان اجيب لك حاجه حلوه من اسكندريه. حاضر. كانوا مهمين قوي المضارب دول عشان تخليها شعلق الشعلقه دي كلها. يا احلام يا حبيبتي، المضارب في الصيف زي مصادر الكليه في الشتاء تمام، افهميها. والله انت عايز صيف وشتا. الآنسة المهذبة أحلام كمال، أربعة شارع كريم الروضة، السيدة الفاضلة حرم الأستاذ كمال عبد الحميد. إيه دول يا عادل؟ يا حبيبتي دول جوابات هبعتها لكم من اسكندرية. كتبتهم قبل ما تسافر؟ آه طبعًا، بدل ما أضيع وقتي في اسكندرية، أكتبهم هنا وأنا فاضي وبعدين أبعتها لكم من هناك. طب مش استنى لما نوحشك بعدين تبقى تكتب؟ أنتوا وحشيني جدًا جدًا من دلوقت، إنما المسألة مسألة تنظيم وقتي. طبعا ما عندكش 10 دقايق عشان تكتب فيهم جوابات. 10 دقايق مره واحده؟ انت طماعه جدا. سعادة سعادة لقيت القميص. طب يا حلوه ميرسي. اوعى تنسى تجيب لي الحاجه الحلوه معاك. حاضر. عادل. نعم يا ماما. القرايش اهو، تحب احطهم لك في الشنطه ولا اخليهم في ايدك احسن؟ قرايش ايه يا ماما؟ ما انت عارفه ان انا ما بحبهمش، والسنه اللي فاتت القرايش اللي حضرتك اديتهم لي النمل كلهم، افرضي بقى انا رحت السنه دي ما لقيتش نمل، اعمل ايه؟ ابعت للنمل جواب قول له القرايش وصلت. بس انت ما تتعبش نفسك، هتاخد القرايش يعني هتاخد. هاخد القرايش يا ماما، ما اخدهمش ليه؟ انا مش عارف اشمعنى حضرتك تروح تصيف وانا اتزرع هنا؟ ما انا نجحت انا كمان. علشان انا كبير وانت لسه صغيره. كلام فاضي، لازم تعرف ان البنت بتسبق الراجل في نموها ب 10 سنين، يعني انا دلوقتي عندي 16 سنه اساوي راجل عنده 26 سنه، يعني اكبر منك بثلاث سنين. لا مؤاخذه يا طنط، انا نية رجاله، غدا ستتحرر النساء، كل النساء، وسأذهب الى الاسكندريه.
يا عدول. ايه ده تاني يا ماما؟ دي تورتيه علشان خالد. يا ماما هو بس شيل، احلف لك بايه ان خالد عمره ما حب التورته ولا كلها، ده مره شاف تورتيه في شارع سليمان قعد يجري منها لحد الباني. برضه لازم تاخد له حاجه، انا ما انساش جمايله علينا، كل ما تصيف في اسكندريه هو واهله بيشيلوك في عينيهم. الحقيقه اهل اسكندريه دول في منتهى الكرم. يا ماما ما هو خالد كمان طول ما هو هنا في الكليه حضرتك شايلاه في عينيكي. هما برضه جمايلهم اكتر، بس اسمع اوعى الجوع في القطر تاكلها. لا ما تخافيش. عادل عادل روح اقبض يا اخويا. اجل طيب يلا هاتيلي القرقيش يا بنتي. اتفضل يا بابا. كنت احب اديك اكتر من كده بس انت عارف الظروف، انا عملت لكم تامين كلكم علشان كده احنا مش هنقدر نصيف السنه دي. انا متشكر قوي يا بابا، ربنا يخليك ليا. في الحقيقه لازم تشكر والدتك واختك لان هما اللي ضحوا علشان انت تقدر تصيف السنه دي. ربنا ما يحرمنيش منكم. في حاجه واحده عايز اوصيك بيها، اوعى تستلف. ساعه ما تخلص فلوسك ترجع على طول، يوم ما اعرف انك استلفت يوم ما هفقد ثقتي فيك، وانا عمري ما فقدت ثقتي فيك. تقطع تذكره القطر ذهاب واياب علشان تضمن رجوعك ساعه ما تفلس، فاهم؟ اطمن يا بابا انا ناوي ارجع محوش. انت بتقول فيها، انا فضلت لغايه ما توظفت عمري ما عرفت الورقه ام 10 جنيه دي شكلها ايه. اكبر مبلغ دخل جيبي كان 10 ساغ. انت عارف لما كنت احب اتفرج على فيلم كنت اعمل ايه؟ ايه يا بابا؟ كنت اروح اشتغل في بوفيه السينما، اول ما يخلص الفيلم استقيل من البوفيه. دي حاجه كانت زمان، لكن الدنيا دلوقتي بقت حاجه تانية. انت اصلكوا جيل متدلع، طلعتهم لقيتهم كل حاجه سهله قدامكم، انما على ايامنا احنا كانت كل حاجه صعبه. اللي ما يستعملش مخه ما كانش يقدر يعيش. يلا يا عادل، معاد القطر قرب. عن اذنك يا بابا. عادل. نعم يا ماما. خد يا حبيبي. بابا اداني كفايه يا ماما. معلش يا حبيبي، لو ما صرفتهمش يبقى اشتري لي بيهم حاجه. ميرسي يا ماما. خلصت الشنطه يا مدمزيل؟ خلاص يا مولاي، الشنطه خلصت. اقفليها. ما بتتقفلش. قومي اقعدي فوق. حاضر. قومي. حاضر. اوعي شويه. ايه خلاص. مع السلامه يا حبيبي، مع الف سلامه. مع السلامه يا ابني. الله يخليك. تنساش الكلام اللي قلته لك واعمل بنصيحتي كويس. حاضر. ها حاضر. مع السلامه يا عادل، ما تنساش تسلم لي على امان، ما تتاخرش كتير عشان ما تغصي كتير. اتغصي اختي حبيبتي، اتغصي. اشوف وشكم بخير. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. ما تنساش تسلم لي على خالد ووالده. حاضر يا بابا. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. خالد عادل. الحمد لله على السلامة يا عادل. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. ازيك؟ الحمد لله. ازاي نادي؟ كويس. عاملين ايه مع بعض؟ سلمنا على عزف وامان. سلم عليك قوي. والشلة كلها؟ كله كويس مستنيينك. طب خد دي بقى. ايه دي؟ كان فيها تورتاية بعتها لك امي. تاكسي. استنى تاكسي يا استاذ والميزانية. انا حاسمة. ولو ما دام نقدر نركب الاتوبيس ببلاش. ازاي؟ ونط على الشمال؟ لا يا حبيبي، نشتغل كمسارية وأول ما نوصل الحتة اللي احنا رايحينها نستقيل. ما تضحكش، اه دي فكرة من أفكار أبويا. طب يلا يا أخو على الأتوبيس. يلا. يا ابني أنا أقطع دراعي إذا كان فكر إن دي تبقى حتة من اسكندرية. هو مين؟ اسكندر الأكبر اللي بان اسكندرية دي. طب قوم بينا يلا. قوم. أوعى. ايه ده؟ ايه اللي عملته في الكابينه ده؟ انا سايبها لك السنه اللي فاتت زي الفل. اصل من يوميها ما لقيتش اللي ينضفها زيك. بقى بالذمه ده كلام؟ نفسي شلة الكلية تيجي تشوفك وانت بتكنس وتمسح عشان يعرفوا مستقبلك كويس، مهندس وفراش. يا ابني شلة الكلية عمرها ما هتشوفني الا على البحر وانا قالع ولابس المايوه، والناس لما بتقلع بيبقوا كلهم زي بعض، اللي بيكنس زي اللي رئيس مجلس إدارة، واللي ساكن في عشة زي اللي ساكن في قصر. يا واد يا فيلسوف. اسمع، انت هتيجي تشتغل وتساعدني وانت ساكت يا توريني عرض كتافك.
لا، انا لا هقدر اشتغل ولا اقدر اسكت، وزمان الشله اتلمت على البلاج وبيحضروا المحكمه. هخلص وحصلك. عادل، ما تنساش النبي. ايه؟ تلمع المرايه. اقول لأمالتك تساعدك؟ لا، قول للست والدتك تبعت لي شويه ملايات وشويه كياس مخدات نظيفه. مش هتعمل لنا قصه زي بتاعه السنه اللي فاتت عشان نغني معاكم؟ ان شاء الله هتكون اكبر واحسن من بتاعه السنه اللي فاتت كمان. استنى، حسبي انا اسف. استنى، ايه اللعب ده بقى؟ انت هتخم؟ شوفي بقى، اذا غلبتك هوديك السيما. واذا غلبت برضه عادل وصل؟ ايوه وصل. هو فين؟ جاي ورايا. سيبته يقص ويمسح ويغسل الايدين بتوعه زمانه جاي. وده وقت مسح وكنس، مش كان يجي لما نشوفه الاول؟ مش هنعمل المحكمه لما عادل يجي ضروري. ده هو اول متهم. بس ما تزودوهاش قوي. ما تخافيش، هناخده بالراحه. يلا يا جماعه، يلا يا نادي، نلم الشله ونستعد. يلا 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 يلا. العينين مظبوطين، واحد اتنين، والشفايف برضو مظبوطين، واحد اتنين، ورموشك هما كانوا كام؟ انا كنت خايف اجي الاقي حاجه من حاجاتي ناقصه. انت عارف ان مفيش حاجه ممكن تجيع مني، حاجتك دايما شايلها لك. انا لما ببص في عينيكي بيوحشوني شفايفك، ولما ابص في شفايفك بتوحشني خدودك، وبعدين يرجعوا عينيكي تاني يوحشوني. بابا وماما بيسلموا عليك قوي وعايزين يشوفوك عشان انت وحشتهم. هما كمان وحشوني قوي. يا خبر، ده احنا اتاخرنا قوي وزمانهم انشغلوا علينا. لسه بدري. بسرعه يا عادل، احسن بعدين يحكموك قوي. يلا اجري. قاضي البلاج يا قاضي،
مشتاق من الصيف الماضي وجيت على الحبايب لقيت مكاني فاضي مستني يا قاضي مستني يا قاضي طالب تصيف يا فتى واتمنى صيف صيف شتا ارفع دراعك واخلف يمينك قول دفاعك وحياة مذكرة طول العام اللي جابت لي صداع وزكام ما نجحت ولا شفتك يا نجاح إلا عشانك يا أجازة وأنا وحبايبي والأفراح ناخد من الدنيا أجازة والأمر لك يا قاضي والحب لك يا قاضي النيابة يمنع سنتين من التصيف لا بلاش ولا عوم ولا تكديف لا بلاش ولا عوم ولا تكديف ويقوم في قطر العصر يرجع حالا على مصر يرجع حالا على مصر جنايتي ايه وذنبي ايه جنايتي ايه وذنبي ايه ما نسمح له بتنفي مايو يا لطيف لا جاب معاه طرطة ولا حتى جاتو يا حفيف المخلفين مصيف غير مصيف 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 غير مصيف بقى يعني اسيب ماما وبابا واهرب من البيت ابو بوابه معرفش اتمتع باجازه والنبي يتلمزحنا غلابه والنبي يتلمزحنا غلابه والنبي يتلمزحنا غلابه محكمه بنفحص قانون البلاجات فرع التصيف والاجازات ومراجعه كل البيانات قررنا ما هو لان يمنح لقب مصيف من الدرجه الاولى تكييف مشاكل منزلية عقادنا نفسية نصلح حل عقدك ويصيف حل عقدك ويصيف قاضي زهاد يا قاضي يا محط زهاد وقاضي كل زهاد وعرضه حالف إسلك قواضي وانضم فيها يا قاضي وانضم فيها يا انا قبلك انا مستعجل واحد واحد يا زباين انا خدت الاعدادية بعد التوجيهي وصبحت جامعي وفضل لي عالتخرج مش اكتر من سنة تديني كم سنة وش عرفني انا امان قاضي ازاي افتي كل الفتوات وعرف في اللوغاريتمات والنسبية والذرة
إلا عمر الستات. إيه رأيك عمري 7 سنوات؟ 7 سنوات؟ 7 سنوات. ماما وبابا فاكرين عمري ما حكبر وابقى 8 سنوات. 8 سنوات بيعملوني زي ما كنت زمان في الروضة بفيوم كات. بنتي بنتي التات على حلوة موت يوم كات. بنتي بنتي التات على حلوة موت يوم كات. حياتي عيب عيب ما ترديش ما تعنديش. امتى احس امال بوجودي امتى اعيش عايزه اعيش. ماما وبابا دقه قديمه دقه قديمه دقه قديمه. ماما وبابا دقه قديمه دقه قديمه دقه قديمه. من فحص قانون البلاجات فرع العائلات والخلافات ومراجعة كل البيانات قررنا ما هو آت. يحول أمرها لولي أمرها. يحول أمرها لولي أمرها. يعدل عمرها من 7 إلى 5 سنوات. قاعدين بنعشي عقادي عاشق وجدي فاضي بتحبها حب عبادة وهي زي وزيادة وقالها واحد يخطبها أبوها وافق كالعادة أبوها وافق كالعادة. من مسرح العرائس نور في السادة وخطفها وجري بيها ولا تنسن زمان ولا تنسن زمان. سارق خطاف لفه بالحال ودوه الخنكة بالتلغراف. أما أنا طول عمري ما حتجوز ولا أقول يا جواز ولا أقول يا جواز. من صغري بشوف ماما وبابا الكبرت والجاز كبرت والجاز. وأنا برضو بحب العزوبية علشان حرية في حرية مش أخلص من البيت والجمع ومراتي تتحكم فيا. رجالة دول جواز أما أنا مشكلتي جد الجد وجد الجد وجد الجد. وأنا عندي مشاكل ملها عد وملها عد وملها عد. شططنا شططنا وبيت مشاكلنا قاضي. تتأجل للصيف الماضي تتأجل للصيف الماضي تتأجل للصيف الماضي. دقوا الشماسي. دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاج. دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي مدوا حال حد التماسي. دقوا 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 الشماسي دقوا 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 الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاج. دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من طوحة لحد التماسي. دقوا 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 الشماسي دقوا 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 الشماسي. يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه. يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه. جايين على نسمة امان نرتاح شويه والحر زي شوق نهار وليل وقاسي. دقوا الشماسي عالبلاج دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاد. دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من طوحة لحد التماسي. دقوا 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 الشماسي دقوا 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 الشماسي. في البحر الأبيض وفي هداوة لونه
الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق في البحر الابيض وفي هداوه لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق ونسابق الموج والهوا والشوق ونسبق والبحر عارف حبنا والشط راسي دقوا الشماسي عالمي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاد دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من طوحة لحد التلازي دقوا 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 الشماسي دقوا 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 الشماسي دقوا الشماسي. تعالى بقى عشان نسلم على بابا وماما. طب ما انت عارفه بقى بابا هيقعد يتناقش معايا وانا ما بعرفش اسكت. معلش بس لازم هتسلم. يلا. اهلا اهلا. ازيك يا عادل؟ الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازي والدك؟ كويس بسلم على حضرتك قوي. اهلا اهلا يا عادل. اهلا يا طنط. ازي يا ماما واختك؟ الله يسلمك يا طنط بيسلموا على حضرتك. اتفضل. حاضر. وناوي تقعد لاخر صيف يا عادل؟ لا يا عمي 10 15 يوم بس. وايه الهيصه اللي انتوا عاملينها؟ طبعا تعبتوا من الامتحانات وجايين بقى تفرفشوا. والله يا ابني انت بالكم محظوظ. والله يا عمي كل جيل بيتصور انه تعب وما تمتعش بالحياه قد الجيل اللي بعده. ده الواقع يا ابني. ابدا يا عمي، ما هو كل جيل له همومه ومشاكله. عشان انتوا بتخبوا علينا مشاكلكم وفاكرين انكم تقدروا تحلوها لوحدكم، لكن ده غلط. ما احنا برضو يا عمي لنا طريقتنا في حل مشاكلنا. اللي عايز اقوله ان ظروف الحياه اتغيرت وبتتغير كل يوم. زمان مثلا كنت بتتجوزوا من غير الراجل ما يشوف الست اللي هيتجوزها. احنا دلوقتي حاجه تانيه. الشاب فينا لازم يقعد مع البنت اللي هيتجوزها ويعرفها ويعرف كل حاجه عنها، وهي كمان لازم تقعد معاه وتعرفه وتعرف كل حاجه عنه. وحضرتك بقى قيس على كده حاجات كتير. عادل عادل، الشله كلها مستنياك يا اخي. عن اذنك يا بابا. عن اذنك يا عمي. اتفضل. ولو اني لازم اناقشك واقنعك بان جيلنا احسن من جيلكم وانكم من غيرنا ما تساووش حاجه. طبعا طبعا. ما يلا يا اخي. طبعا اذنك يا عم. السلام عليكم. السلام. الله يسلمك. الولد ممتاز في كل حاجه انما افكاره مش عجباني. انا عارفه شبان الايام دي كلامهم كتير كده ليه. والله انا خايف على امال من افكاره المتحرره زياده عن اللزوم. ده من ناحيه امال اطمن، امال بنتي وانا مربيها على ايديا وعارفاها كويس. بس دي شابه برضه ممكن تتاثر بيه. ما تحملش هام، امال انا معلمها كل حاجه وهي عارفه حدودها كويس. إيه؟ ربنا يعمل ما فيه الخير. طب يلا بينا بقى، ما تحملش هام. يلا عادل. اتحركش يا اخي. الله. عادل تنزل ميه. عادل لا كمان شويه. طب يلا بينا احنا يا عصام. احب الميه. يلا امال امال. ايوه. ما تيجي نقعد بعيد شويه. هنا كويس. أصل عايزك في حاجة مهمة. بس ولا بس ولا حاجة. تعالي تعالي بس. إيه بقى يا سيدي الحاجة المهمة اللي كنت عايزني عشانها؟ مش عارفة؟ لا كنت عايزك علشان نقعد مع بعض لوحدنا شوية. مش حاجة مهمة دي؟ طب ما احنا كنا قاعدين مع بعض مع الشلة كلها. بقول لك لوحدنا أنت وأنا. اخصى عليك يا عادل، دول كلهم بيحبوك. يا ستي انا ما قلتش لا، انما يعني شويه للشله وشويه لينا لوحدنا. استنى بس. انت هتقعد 15 يوم. يبقى لازم اعمل لك فيهم ميزانيه. انت بتهربي من الكلام ليه؟ خلينا في المهم يا امان. اهم موضوع قدامنا دلوقتي ازاي توفر في المصروف. اولا مش ضروري تفطر. وثانيا الغدا ممكن تتغدى معانا كل يوم في الكابينه. ايه رايك بقى ان انا عندي طريقه احسن؟ ايه هي؟ تقعدي معايا كده على طول وساعتها لا هاكل ولا هشرب لاني هشبع بيكي. ليه؟ هتاكلني؟ اه. يا ماما يا متوحش. انا عازمك الليله دي على السينما. بلاش الليله دي. ليه؟ عشان انا عامله لك حفله بمناسبه وصولك وعازماكوا كلكم كل الشله. عصام شوف شغلك. يا الله يلي هنا يلي لابسين مايوهات يلي قاعدين على البناجات يلي واقعين في الحب لشيشتكم البلادي معزومين في كابين التامي وهالي جالي وتويست وشيت وسلو واللي سمع يقول للي ما سمعش.
قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لي قعد غالي طويل أحلى الصبايا أنا الهوى هوايا أبني لك قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لي قعد غالي طويل أحلى الصبايا أنا الهوى شايلة الحكاية الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا والليل بحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية I'm
أمال أمال قول لحظة اتقل 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 انت اوعى حاضر امان انت مش عامله الحفله دي عشاني اي مش غنينا مش رقصنا مش هيصنا مش اكلنا وشربنا اي طيب ممكن بقى انا وانت نقعد مع بعض لوحدنا شويه ما احنا مع بعض اهو يا ستي بقول لك انا وانت لوحدنا انت وانا بس لا افتحي بقك لا قطع أمال أنا سامي جاب لك الكارنيه؟ لا سامي يا سامي نعم يا أمال فين الكارنيه بتاعك؟ أنا اديته لخالد يا خالد أيوة الكارنيه بتاع عادل يا أخي أه أه معايا الله يا أمال أما الجاتو ده حلو الشكل أنت اللي عملتيه؟ أيوة ماما علمت عملتيه إزاي؟ أقول لك بقى شوفي بقى تجيبي بيه يا بنتي الو الو عارف تاخد بق لا متشكر قوي ما بشربش طب اسمع تعال اسهر معانا الليله هنسهرك حته سهره فل معلش مره ثانيه ليه رايح فين يا اخي واحد بيسال التاني رايح فين قال له حدايق القبه قال له حدايقها ليه يا عملت لك حاجه على اذنك يا اشرف اذنك منين يا جحا نشوفك امس تعرف الجماعه دول منين دول كانوا معايا في السعودية هتلاقيهم لسه في السعودية ولو شفتهم بعد 20 سنة هتلاقيهم برضو في السعودية إنما والله دمهم خفيف واخدين الدنيا ضحك وبيجربوا كل حاجة سيبك منهم دول باين عليهم جماعة مش كويسين ياللي واقفين وبترغوا ياللي نايمين قوموا واجروا ماتش الفولة هيبتدي يلا يلا ما يلا يا عادل عن إذنك شوية يلا يا نادية يلا يا جماعة عجبك يعني كوبات المايه اللي خدته النهارده؟ أمال ما تنسيش احنا النهارده رايحين سينما لوحدنا وبعدين هنروح ناخد جيلاتي في جليم وبعدين نتمشى على الكورنيش ونتكلم عايزين نفهم بعض يا أمال يا الله يا اللي خارجين من السينما ومروحين انتوا على ام 50 بكره حفل شيخ العرب عند عادل في الكبير اطلع يا بيه اطلع ايوه عن اذنكم يا جماعه في ايه مش عارف روح شوف ماله يا خالد عادل ايوه مالك يا عادل ولا حاجه عايز اقعد لوحدي شويه يعني ما اقدرش اقعد معاك لا ابدا اتفضل في ايه متضايق شويه من ايه من تصرفات امال ليه
عملت حاجة؟ ما أعرفش، أنا حاسس إن أمال حط الشلة دايما حاجز بيني وبينها، لدرجة إن أنا ابتديت أحس إنها ما بتحبنيش. ما بتحبكش؟ أنت عبيط ولا إيه؟ ده إحنا كلنا حاسين إن أمال بتحبك. أنا اللي لازم أحس إنها بتحبني. النهاردة مثلا طلبت منها، اترجتها إننا نخرج مع بعض، نتمشى، نروح سينما. كانت النتيجة إيه؟ زي ما أنت شفت، الشلة كلها جت معانا، وطبعا أمال هي اللي قالت لهم، وتلاقيها هي اللي عزمتهم كمان. لا يا عادل، أنت مزودها شوية. ليه؟ هو أنا طلبت من أمال حاجة غريبة ولا مستحيلة؟ أنت مش بتخرج مع نادية لوحدكم، مش بتقعدوا مع بعض لوحدكم، حصل إيه؟ عمرها عملت معاك كده؟ ما ترد. إذا كانت أمال بتحبيني صحيح، لازم تعرف إنه من حق عليها إننا نقعد مع بعض، نفهم بعض، نحس ببعض، علشان نحب بعض أكتر، زيكم وزي كل الشبان اللي في الدنيا. المسألة بسيطة يا عم، بكرة في حفلة شيخ العرب، أنا متأكد إنك لو قلت الأمال الكلام ده هتفهمه وهتحس بيه وهتعرف إنها غلطانة. قوم بينا يلا حسن، زماننا اتأخرنا عليهم. يلا. ايه ده؟ بس قدامكم نص ساعة على ما يستوي. ساعة؟ ساعة؟ طيب تيجي نقعد عروستي على ما يستوي. يلا. ايوه بس عصام اللي يطلع الأول. ها؟ ناسا تعالي والنبي لف عروستي. تعال ادخل جوه. تعالى يا عصام. اجي. تعالى. عروستي. عروستك؟ اه. عروستك سمينة. سمينة 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 سمينة. عروستي. بخمسين قرش. خمسين قرش سمينة. عروستي. عروستك؟ اه. ارارتتا. على نار. على النار. على النار. على النار على النار على النار. يا عروستي يا حبيبتي اكلك منين يا عروستي؟ دحية دحية خربنا الطحن. دورك. لا كفاية بقى اللعبة البايخة دي، تيجوا نلعب استغماية. نلعب 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 بس على شرط. مش زي السنة اللي فاتت، السنة دي الولاد هم اللي هيستغموا. الولاد استغم استغم. استنى يلا يلا يا جماعه يلا يلا يا جماعه. لو بتسهر زي ليلي
صحيح بتحب كنا نحضن حبنا ونبعد بعيد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العيون لو في قلبك قد قلبي قد قلبي حب كنا نمشي 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 ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ليل ونهار ليل ونهار لما نوصل نجمع ملهاش أي جار ولا الناس كله قلقة في أبعد لما نوصل نجمع ملهاش أي جار ولا نسكن لؤلؤة في أبعد بحار يا 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 يا, يا, يا حبيبي خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق كل الحدود القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق الحدود القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال يا حبيبي يا حبيبي وصلنا فوق 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 بر الأمان افتح البيبان لقلبك ولشبابك ولحبيبك ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك غني ارقص اجري 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 اضحك قول بحبك وانسى كل الدنيا الدنيا مهما تكون غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا 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 يا, يا, يا حبيبي لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه
شفت واخداني الاماني لحد فين، شفت بحلم 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 قد ايه يرضيك نحب بالحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده، يرضيك نحب بالحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده، عايز احس بحبي مالي كل لمحة من وجودك، عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك، عايز احس بحبي مالي كل لمحة من وجودك، عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك، عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك، عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك يا حبيبي يا حبيبي، رجعنا فوق 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 بر الأمان، افتح البيبان لقلبك والشبابك والحبيبك، ابعد الخوف عن رموشك اوعى الشك في الكون يحوشك، ابعد الخوف عن رموشك اوعى الشك في الكون يحوشك، تغني فرص اجري 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 اضحك غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون، يا 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 حبيبي. تعرف يا أمال، أنا نفسي إن الخيال ده كله يبقى حقيقة، واخدك ونفضل ماشيين ماشيين مع القمر لغاية ما نلف الدنيا كلها. وإذا تعبت أشيلك. وإذا تعبت أنت تشيليني. تقدري تشيليني؟ أمال يا ده احنا بعيدنا قوي، يلا بينا نرجع أحسن زمان الشيء اللي بتدور علينا. بعدين يقولوا إيه؟ أمال انت بتحبيني يا امل؟ طبعا. امال ما بتحبيش تقعدي معايا لوحدك ليه؟ ما احنا دايما مع بعض. احنا نعرف بعض كويس من امتى؟ مش من الصيف اللي فات؟ ايوه، عمرنا ما كنا مع بعض، دايما مع اهلك يا مع الشله، بنروح السينما بنروح اي حته، بناكل بنشرب برضه يا مع اهلك يا مع الشله، في مصر او هنا نفس الحاله. عمري ما عرفت اكلمك لوحدك ولا اقول لك على احساسي. ما تنساش يا عادل ان احنا عايشين في مجتمع له تقاليده ولازم نحترمها. انا ما طلبتش حاجه خارجه عن التقاليد، واللي بطلبه ده حقي. اي مجتمع يا امال بيخلق تقاليده علشان ينظم حياه الناس ويريحهم. اهو احنا محتاجين للناس دول. ليه كده؟ عشان يحموكي مني مش كده؟ لا، عشان يحموا حبنا مننا. احنا بس اللي نقدر نحمي حبنا، محدش تاني يقدر يحميه. يا أمال انت لازم تثق فيا وتعرفي ان اذا كان في حد في الدنيا لازم يخاف عليك يبقى انا، عشان بحب. والله انت بتحبيني بطريقتك وانا بحبك بطريقتي. انت بتحبيني بطريقة امك وابوكي، مفاهمينك ان اذا اي حد طلب منك تخرجي معاه يبقى لازم عايز منك حاجة. لا يا أمال، كل بنت دلوقتي بتخرج مع الشاب اللي بتحبه وما يقدرش ياخد منها حاجة الا اللي هي عايزة تدهوله. وانا ما طلبتش منك حاجة، انا ما طلبتش منك غير اننا نفهم بعض نحس ببعض علشان نحب بعض اكتر زي كل اصحابنا وزي كل الشبان اللي في الدنيا. والله انا كده، يلا بينا.
هو ده ردك يا امال؟ ايوه ردي عن اذنك. غلطانة يا أمان، مش دي المعاملة تعملي بيها واحد بتحبيه؟ طب ما أنا بخرج مع خالد وبنقعد لوحدنا، ما عقدش الدنيا زيك ليه؟ لأن في ثقة متبادلة بيني وبينه. والله أنا كده ومقتنعة بكل كلمة قلتها له امبارح. هلو عادل. هلو. صباح الخير يا شيخ. إيه على فين؟ رايح البلاج. نسمة هوا. ها ايه حكايتك؟ كل يوم بلاج بلاج بلاج. ما تيجي معانا؟ لا معلش مره تعالى، ده احنا عاملين برنامج يجنن. اطلع اطلع. تعالى يا راجل، لو ما عجبكش الحال يبقى ارجع. اطلع يا راجل اطلع. تعالى مش هتندم والله. يلا يا جماعه خليه يخش ورا بس. خش خش ما تقولش لحد. يلا بس يلا خش. يلا ما بشربش. جرب بس جرب. جرب دي زي الينسون. نجرب. قول لي ما سمعتش الحكايه؟ حكايه ايه؟ مش مره واحد قلبه وقف قام نزل زقه. خد لك بق بقى، خد لك بق. ده بقى سيري فتح الشهيه. التقل بالليل هنصغرك حته صغر يا عم، عمرك ما هتنساها. بس ايه؟ احنا مش قايلين عليك برنامج. هتسهر يا راجل. هتسهر يعني هتسهر. طب غير هدوم معاك. وراك وراك. ده شرك شرك. جرك 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 العربيه. متعجلش هتشوفهم على الطبيعه جوه. يلا يلا يا عم. ها جوده. مساء الخير يا شفيق. مساء الفل. مكان سعادتك محجوز جنب البست على طول زي كل ليله. اتفضل اتفضلوا. والجسد الرهيب راقصه البحر وكل بحار العالم الفنانه العظيمه الساحره فردوس. Thank you.
انس ان شاء الله. انت بختك. بختي حلو ما دام شفتك يا قمر. اتفضلي يا ست انسيني. حاضر من عينيا الاثنين يا اختي. وده اهدى كمان وجه جديد. ده ستي الاستاذ عادل زميلنا من مصر. يا اهلا وسهلا. شرفت اسكندريه يا اختي. ما تسرفش كده ما. يا ستي انا متشكر قوي. انا مبسوط كده. فردوس يا ست الفل. اروح لمين يا حياتي؟ روح لماما. احلم بستنا. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ راجع. انا مستني. فردوس. نعم. قلبي ده ركز نص نعم. فردوس اقعدي معايا شويه. خمس دقايق بس. خمسه شويه عليك. ده انت عاوز لك تقبيل. ما حد سأل عليك. كلنا بنسأل عليك يا ست الكل. ده التليفون يا ايه. التليفون لسه. مساء الخير يا ست الكل. اهلا اهلا وسهلا. انا جايلك في حكايه مهمه قوي. انت عارف انا تحت امر جمعه في لبنان وكل اللي انت عاوزاه. بس العقد بتاعي ايه؟ هتفق مع صاحب الصاله. هترقصي في احسن محل ببيروت. جمعه مش هتنسيها ابدا. افكر. الكارت بتاعي اهو وكل اللي انت عاوزاه انا تحت امرك. انت انيس. عن ايه؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ايه الليله الحلوه دي. اهلا بك يا عبد. اهلا وسهلا يا ولد. شمبانه للست. تمام. تعرفي وحياتك عندي. يا سلام. ايه الجمال ده كله؟ انا عمري ما شفتش جمال كده ولا شعر حلو كده. والعينين الحلوين دول بيفكروني. بنت محاسب. على مهلك علينا يا جميل. حاسب كده عكس وحب حب. انا رايي ان سهوله بطاله. بينا نرقص يا بينا نرقص. بيفكروني. يعني واحدة ممثلة شفتها في فيلم زمان اسمه ملكة الإغراق. والله يا ست فردوس أحلف لك بإيه. بيفكرني. ممكن تولع لي؟ هنا قبل كده. دي اول مره اجي. تحب ترقص؟ مبسوط يعني؟ موظف؟ لا انا طالب في كليه الهندسه. يعني هتبقى مهندس قد الدنيا؟ لا انا هبقى مهندس وبس. حسبي عليها فردوس ده لسه مغمض. لكن باين عليه جانتيه. ابسط يا عم دي شهاده بقى ولا البكالوريوس.
تعال معايا بس. عيني يا عيني. افتكرت يا ستي فردوس. طب خليك فاكر عبال ما ارجع. بس اوام قبل ما انسى. برضو ويسكي. انت من اسكندريه؟ لا من مصر. مالك في حاجه مضايقك؟ ايه الكرافته اللي هي هتخنقني خالص. انت ما تقلقش، مستني ايه؟ ممكن سيبني فكرة. يا دي كانت خانقاني قوي كده. احسن جدا. ما قلتليش. نعم. بتعملوا ايه عندكم في كلية الهندسة؟ بنعمل حاجات كتير قوي. زي ايه؟ مشروعات. قولي مشروع مالها. مشروع هندسه هنا؟ وليه لا؟ ولا يعني احنا مش قد المقام؟ لا يا فندم العفو، مش قصدي. صحتك. صحتك. تحبي تعرفي مشروع ايه؟ اي مشروع فيه. اقول لك مشروع منخفض القطارة؟ القطارة دي عارفاها. قول. يا ناس مش كده، انا فلوسي انسرقت، انا هدفع الحساب بكره، انا زبون المحل. ايه ده؟ ده لازم زبون ما دفعش الحساب. ايه خبر؟ ايه؟ ما قلتليش مشروع القطارة. اقول لك يا ستي. عندنا بقى البحر عالي، وبعدين فيه منخفض، وبعدين الصحراء. لو سريبنا الميه من البحر العالي على المنخفض كده، وبعدين الميه هتروح كمان للصحراء هتزرعها، ونحط هنا توربين في المنخفض ده يعمل لنا كهرباء عشان تنور. الضلمه احسن. انت بتحب الضلمه؟ ساعات. اشرف صاحبك سعد. ايه ده الحساب؟ انا ما خدتش غير واحد ويسكي، 50 قرش. الست طلبت. طب ما تحسبها. غير 150 قرش، اديته منهم 50. ما تقدرش تسلف من صحابك؟ دول مش صحابي، انا اول مره اخرج معاهم. طب اقعد زي كده، ما تحركش قبل ما ارجع لك. الحساب علي. سلام. قول. ها هتعملوا ايه؟ روحوا انتوا. حلال عليك. ما تتحركش، رجع لك حالا. الصنف بتاع الليلة دي مش بطال. طب اوعى كده،
صافي ايه العادي. الجو. جو يعني ايه؟ الطقس. عجايب. عجايب الجو يا ست. سلام. سلام يا طب انا ماشي بقى، صباح على خير. يلا اركب. بس انا لازم اروح. ايه خايف من ماما؟ انا قاعد لوحدي. احنا لسه ما اتحاسبناش ولا انت نسيت؟ يلا تعال. طب ممكن اعرف احنا رايحين فين؟ بعدين هتعرف. يلا تعال. يلا يلا بقى. يلا يلا بينا. زمان صحابي اتخضوا عليا، انا لازم امشي. بعد ما تفطر. بس اصل اتاخرت. بعد ما تفطر. صباح الخير. بتصحى الساعة 6 بعد الظهر كده؟ علشان كده قلت لك ان الشمس بتاعتي ما بتطلعش الا بالليل. انما دي حياة صعبة جدا. احكيلي. احكيلك عن ايه؟ انت نسيت ولا ايه؟ ايه؟ مشروع القطارة. احكيلي. خش يا ست فردوس. ممكن كلمة؟ عاوزه ايه؟ وكيل صاحب العماره جه النهارده وعاوز الايجار وبيقول لك مش وقته. احنا متاخرين عن الايجار 3 اشهر. الراجل له حق ولو ندفع له شهر. بقول لك مش وقته. مدام عايده الخياطه ومانول البقال عايزين الحساب. صندوق الويسكي شطه. قلت لك مش وقته. مش وقته. مش وقته. فهمتي؟ طيب اف الولاد هتجنني. انا مش عارفه اعمل فيها ايه. اصلها كانت عندنا ايام ما كنت صغيره وانا في المدرسه. ماما الله يرحمها كانت بتحبها قوي. ماما ماتت وانا صغيره ويمكن ده السبب اللي ما لقيتش حد يعلمني حاجات كتير. حبيت راجل اكبر مني ووعدني بالجواز وديت له كل حاجه وضحك عليا ولما كلمته عن الجواز سابني وهرب. الدنيا ضاقت بيا وخفت اقول لبابا الحسن يقتلني. هربت وبابا فضل يدور عليا وبعدين عرفت انه مات من الحسره. يا حبيبي يا بابا. وبعد كده بقيت من بيت لبيت ومن كباري لكباري
لحد ما بقيت فردوس الرقاصة اللي قدامك. فردوس؟ طبعا عايز تسيبني. إيش معنى أنت اللي مش هتسيبني؟ أنا مش هسيبك يا فردوس، مش هسيبك، بس هروح أغير هدومي. أجي معك ونجيب هدومك هنا. وبعدين؟ وتقعد معايا طول مدة أجازتك. أيوه بس طبعا تستعد وتقعد مع واحدة زي أبدا يا فردوس، أبدا. خد سؤال. أنا عمري ما كان عندي عربية، لكن تعلمت السواقة على عربيات صحابي. أديك بقى عندك عربية. تفضلي. عادل هو اللي سايق العربية. بتقول ايه؟ يلا بينا نروح الكابينة نشوف. اسيب شوية هدوم عشان لما ارجع. هاتهم كله. يلا. عايز اسألك سؤال، بس ترد عليا بصراحة. اسأل. انت ليه عايزاني اقعد معاكي؟ انت بتسأل مش عارف؟ لا، عايز اعرف منك. علشان حبيتك. اشمعنى انا؟ الحب ما فيهوش اشمعنى. في رجالة كتير احسن مني وعندهم فلوس وتجارب عني. مش يمكن انا حبيتك علشان انت مش زيهم. على فين يا سعادل؟ مسافر ولا ايه؟ لا والله رايح رحلة يا شيخ عمران. عن اذنك خلي بالك من الشاليه وبقول لخالي. سلام عليكم. عليكم السلام يا ابني ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. مع السلامة. شفت بقى انه عادل؟ ازيك يا شيخ عمران؟ مين دي اللي معاه؟ دي واحدة جت معاه وهو بياخد هدومه عشان رايح رحلة. رحلة؟ رحلة؟ مالكش رحلة دي فين؟ لا والله. متشكرين يا شيخ عمران. شكرا لله يا سي خالد. ايه الحكاية؟ مش عارف. ده محدش يعرف عنه حاجة ابدا، اختفى فات. يمكن يكون عيان. ابدا دول راحوا له امبارح الكابينة ما لقوهوش، دوروا عليه في الفلاجات، في المستشفيات، في السينمات. انا خايفة خالص. اصلنا اتخانقنا اول امبارح. يكونش رجع مصر. خالد ده يمكن يكون عنده اخبار. زيكم يا جماعة. ده اخويا خميس، اصله جاي يقعد يومين يغير هوا. اهلا وسهلا يا استاذ، انست وشرف. اصل عنده القلب. ازيك يا سيدنا الافندي؟ اهلا وسهلا. تعال مالكش دعوه. ولد انا لازم انزل اروح الشغل، وانت حصلني على مهلك على الصاله. على الصاله عشان ما تبعدش عني. ايه دول؟ يمكن البيت يعوز حاجة وبعدين هنتحاسب. انا معايا فلوس. انت مش عبيط، انت مش هتيجي الصالة وتفتح لي. انا لازم افتح لك. لازم، ما تتأخرش.
لي دول العربية اللي بقوية من عناية. مش تقوم تتهوى شوية يا أخويا؟ أنت يا أختي سبتي لي شوية هوا ولا تهويتش؟ خد إيه دول؟ ما تفوتي إيدك في حالة كمان. تلعب كوم يا سيدنا الافندي. انت حريف قوي. هلا العشره بجوز جنيهات. نلعب مية مس. السيجارة دي بقى ولا ولا يعني هو ده اللي نجرب؟ منجاه اخر منجاه. اشرب يا سيدنا الافندي اشرب. عادل اشرب يا سعادل اشرب يا اخويا، ما انت بقيت في الجو خلاص. اقطع ايه ده؟ انت بتقش بالشايب؟ ولد يا اخويا ولد، ولد يا سعادل. اصل الولاد بتقش، بتقش كل حاجه. الشايب لا، الشايب ما يقشش. اشرب بصره وكمان بصره. ها العب وادي بصره كمان. بصرة ايدك على جوز الجنيهات. خد هات 3 جنيه يبقى قالب. حلوة النكتة دي. انا شفتك امبارح مش كده؟ لا انت شفتيني بكره وهتشوفيني امبارح والاسبوع اللي فات وجميع الاسابيع القادمه مش كده؟ مالكش دعوه بيه، انت بتاع فردوس. يعمل كده مش ممكن. وخالك هيكدب عليا ليه بس يا امال؟ اللي قلتهولك صحيح؟ انتوا كدابين كلكم كدابين. امال رايحه فين يا امال؟ امال انا مش مصدقه ابدا ان عادل يعمل كده. ده بيحب امال قوي. طب وعمل كده ليه؟ والله مش عادل بس اللي غلطان، امال كمان غلطان. عادل عادل Thank you.
الو. لحظة واحدة، تليفون عشانك هادي بيه. عشاني؟ الو. 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 مالك يا عادل؟ سرحان في ايه؟ لا مفيش. في حاجة مضايقك؟ ابدا، بس اصحابي وحشوني. عندك مانع اروح اقعد معاهم بكرة طول النهار؟ لا ابدا. بس بكرة هنبقى مشغولين قوي. مشغولين في ايه؟ هنحضر نفسنا عشان السفر. سفر؟ سفر ايه؟ هنسافر بيروت. ايه رأيك؟ بيروت؟ انت سافرت بره قبل كده؟ لا. تحب تسافر بالمركب ولا بالطيارة؟ انا بقول بالمركب احسن. ايه رأيك؟ بس مش تفاهمين الحكاية الاول. عندي شغل هناك 3-4 ايام. بس انا ما اقدرش اسافر. دي فرصة تشوف فيها بيروت. احنا مش هنغيب. ويا سيدي كأنك في رحلة. قلت ايه؟ هنسافر امتى؟ يا دوب نجهز نفسنا ونسافر على طول. يبقى بقى لازم نحاول. في كباري؟ قصب تصرف عليه؟ مش ممكن يا جماعه، ده لازم نروح له نفوقه، نجيبه غصب عنه. انا هروح له واقول له كلنا مستنيينه، كلنا، وهيرجع معايا. واحد كمان. ما تقوليش كتير احسن، خسرت لاخوك في الكورونا. ولا يهمك. في صحتك. في صحتك. ست فردوس، الاستاذ خير عايز حضرتك. طيب هروح اقعد مع الجماعه دول. اوعى تزعل، خليك من بالك، انت عرفت شغل. خالد ازيك يا ابو خلد؟ وحشتني قوي. انت فين؟ انا هنا. ما قلتش ليه انك هنا وسيبنا ندور عليك؟ لازم يعني نعرف من شلة السعدية انك هنا. اسكت يا ابو الخلد، اما اخوك وقع وقع، انا وقعت في الجنة. كلنا عارفين الوقعة اللي انت وقعتها، بس ما حدش بيقول انك وقعت في الجنة. امال بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان واحدة رقاصة ضحكت عليك و... وليه ما كنتش انا اللي ضحكت عليها؟ وليه لازم يكون في واحد بيضحك على التاني؟ الرقاصة دي هتعرفني عشان ايه؟ علشان فلوسي ولا عشان املاك ابويا؟ ثم ليه ما تكونش بتحبني؟ ايوه بتحبني. انا عمري ما شفت انسانه بتحب راجل للدرجه دي. امال بتسال عليك يا عادل؟ امال لسه صغيره يا خالد، وانا كبرت. كبرت؟ ايوه كبرت، بقيت راجل. افهمني، بقيت راجل. جو الكبرهات مش بتاع رجاله، جو الكبرهات بتاع الشبان الفاسدين اللي طول عمرك بتحتقرهم. انا مش عايش في كبريه، انا عايش في حب. واحده بتحبني، ولو كانت بتحبك انت كان زمانك قاعد هنا وبتعمل زي تمام. لكن ما حبيتكش ولا حبت ولا واحد تاني من الشلة. حبيتني أنا، وكلكم غيرانين مني. أيوة كلكم غيرانين مني. أنا من رأيي تيجي معايا دلوقتي. أروح فين؟ تروح لأصحابك وحبايبك، تروح لأمال اللي بتدور عليك ومش لاقياك. أمال؟ ما هي اللي جابتني هنا، وديني بجرب كل حاجة وبعرف الدنيا ماشية إزاي. إذا كنت فاكر إن دي الدنيا، أمال الآخرة تبقى إيه؟ كلنا مستنينك بكرة على البلاج يا عادل. بكرة؟ أنا بكرة هكون في عرض البحر في طريقي إلى لبنان. أنت مسافر لبنان بكرة؟ أيوة. تعرف لبنان ولا تيجي معايا؟ ده جواب جالك من 3 أيام ودخت عليك عشان أديهولك، ولولا كده ما كنتش دخلت مكان زي ده.
الخير. أنا إذنك أنا ماشي. إيه يا عادل؟ مش لازم صاحبك على كاس مسكين. ما تقعد تشرب كاسي خالد. أنت عارف إني ما بشربش. واللي أعرفه كويس إنك ما معكش تمن الكاس اللي بتعزمنا عليه. مين ده يا عادل؟ ده واحد صاحبي بيبقى دمه تقيل لما يحاول يعمل جد. سيبك منه. يلا روح. مش معقول. مش معقول. هو صحيح مش معقول. بس ده اللي حصل. وهيسافر معاها كمان؟ ايوه. وهيسافروا امتى؟ النهارده العصر. أمر من الهوى والعزنا
عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدينا شو عدينا ده انا عمري معاك اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شغل بالي يابا يابا شغل بالي يابا يابا شغل بالي عمر من الهوى ونعيسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شغل بالي يابا يابا شغل بالي يابا يابا شغل بالي عمر من الهوى ونعيسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا عادل بقاله كتير قال ما بعتش جوابات ولا رد علينا دي مش عادته انا خايفه لا يكون عيان ولا جراله حاجه تسمحي تقولي لي يا ماما يبعت لنا ليه واحد بيتفسح ونازل تنطيط على البلاج ايه اللي يخليه يفكر في الغلابه اللي قاعدين في جهنم انا مش خايف ما دام ما بعتش يبقى فلوسه لسه ما خلصتش بس انا مش مطمنه انا قلبي مش مطمن يا شيخ هتلاقيه في رحله كده ولا كده انا لما كنت في سنه ما كنتش اعرف في الاجازات في حته واحده ابدا كنت بقى عايش مع ابويا في شقه واحده يمكن ما اشوفوش في الاسبوع مره شقاوة مفيش طمني عليه طمني مش عايزين حاجه عاوزين سلامتك سلامتك يا الله يسلمك مع السلامه مع السلامه يا بابا ست فردوس افيه ممكن كلمه عايزة ايه؟ عايزة فلوس البيت نفض خلاص معيش وفلوس بيروت
اتصرفت كلها هناك. البركه في البيت. روحي تاني مره تقولي كده. اول الشهر فات عليه اسبوع والناس عايزه فلوسها بصحيح. وطي صوتك. انا هتصرف. الو عبد الموجود. ايوه انا دوسه. ازيك؟ وحشتني خالص. ايه مش هنشوفك؟ على فكره يا عادل. نعم. في واحد يمكن يجي يتعشى معانا الليله. يتعشى معانا الليله؟ هو راجل كبير وزي والدي بالظبط وخدمني كتير. اسمه عبد الموجود بي من. تحبي لما يجي اسيب البيت؟ بالعكس انا عاوزاك تكون موجود عشان تتاكد ان مفيش حاجه بيني وبينه. واذا كان ده يضايقك بلاش نعزمه خالص. انت عارف يا عادل انا ليا شويه صحاب بيساعدوني ولازم استقبلهم انا وانت. وعشان ما تتضايقش انا هقدمك لهم على انك اخويا. وجودك جنبي هيحميني. وانت راجل البيت. اهلا وسهلا. ازيك يا عبد الموجود بيه؟ انا يا عبد الموجود بيه. اتفضل يا بيه. وحشتني. ده انت اللي وحشتني جدا. النهارده ما كنتش مصدق نفسي. اقدم لك صلاح. اهلا اخويا الصغير. مفهوم. اهلا وسهلا. يا سلام شبهك تمام. الخالي الناطق. بس انا مش عارف شفته فين. تعالى يا جوجو. شفته فين؟ انت شفته معايا. ما تيجي تقعد يا صلاح. اتفضل يا جوجو. اهلا يا الف اهلا. منور. اهلا وسهلا. ايه اللعبه الطويله دي؟ اهلا وسهلا. شميس عامل كاسين وحياتك. عينيا. ايه في ايه؟ ما تتكلمش. هو في حد غريب؟ ده عبد الموجود بيه مش عارفه ولا ايه؟ انا جوجو. اصل وكيل صاحب العماره مات. عايز الاجره وبيقول انه هيجي يعني. اما راجل قليل الذوق صحيح. حد يطلب اجره من الست فردوس وتطلع قد ايه الاجره دي؟ 35 جنيه بس كده. بسيطه قوي. ومكسور علينا شهرين بس. يا وليه بلاش فضايح. خلي سكيت الراجل قليل الذوق ده. متشكرين قوي يا عبد الموجود بيه. كاسك يا عبد الموجود بيه. متشكرين. بصحتك يا روح. الف صحه. انا مكسوفه منك قوي. لا العفو. ربنا ما يحرمناش منك يا عبد الموجود دي. لا يا اخي لا. يلا نقوم ناكله. انا عين. يلا. اتفضل يا اخويا. اما حصلت حته نكته امبارح. ايه؟ كنت بتفرج على سوس الرقاصه وهي بترقص. عجبتني. قعدت اسقف لها. اسقف. جا الجرسون قلت له يا اخينا انا بسقف للي بترقص مش بسقف لك. قال لي بقى مش عيب عليك يا بيه تسقف لواحده ست. سقف لراجل، تعيش راجل، تموت راجل. بتبقى مش حاجة غريبة أوي الجرسون ده، حاجة غريبة أوي. إيه تاني؟ منور البقال بقت عايز حسابه 18 جنيه و60 قرش بس. يا سلام بس كده؟ على عيني. يا سلام. غالي وطلب رخيص. 20 جنيه أهم. تعيش يا عبد الموجود بيه. ما تحرمش منك يا عبد الموجود بيه. العفو يا أخي العفو. سكر من ايدك. سكر يا روحي. سكر. هم يا جمل. هم كمان يا هم يا جمل. ايدك على 15 اهي يا 15 على عين. يعني يا جوجو انت خسرت ولا ايه؟ حاجات بسيطه قوي. جوجو جبر. ياه دي الساعة بقت 5 الصبح. الوقت فات بسرعة. أنا النوم جاي. 5 الصبح يا خبر. لسه بدري. نقدر عندي. مع السلامة. علشان عندي راح تموتني يا عالم يا هو. لا شهادة ولا منشوه مركبة، منشوه مصنوعة، والله هبخز تياب وحياة الله. لا ليكو ليكو صبيح سكر وزنود مرمر وخدود ورد أحمر وشفاف عنبر. إيدك على 50 أهيف. شو يعني أهيف ولا ترجمة باللبناني؟
يعني 50 جنيه. يا الله مصاري وللي بدك اياه ولاخد ولاخد من جميع اصناف العمله ولصلاح ليفضح حريشك شو هالاخت ولهيدي اختي بينحكى فيها ولك لا لا دخيلك هويله. كل دي عشان خاطري. انت ما اكلتش حاجه النهارده ولا يمكن اكلنا مش عاجبك؟ اللي ده مش عاجبني دي ده عاجبني قوي قوي قوي. ستي ستي الراجل وكيل صاحب العماره جاي طالب الاجره مش وقت. الحقيقة احنا اتأخرنا عليه. ده احنا بقالنا 3 اشهر. يا ولية بلاش فضايح. فضايح ايه يا دوسة هو انا غريب؟ الراجل ده عايز كام؟ 100 جنيه و5 بس. خد يا ست القرشين دول تسكتي بيهم. متشكرين قوي يا مدبولي بيه. ازينا ابو صلاح شرف. انا مكسوفة منك قوي يا مدبولي. ولا كسوف ولا حاجة يا دوسة تحت امرك. ما يتحرمش يا مدبولي بيه. اشكر يا خمس. قولي لي يا دوسه. ايه يا روح؟ انا مش متعود عليك مقفوله كده وساكته. انا عايزك تفرفشي وتهيصي وترقصي. الا هو ده وقته. الا وقته. الطبله يا خميس. الطبله وقته 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 وقته. مدبول قوم انت قرب. وحياتك وحياتك. ما كنتش تحلف. طبل يا خميس. عينيا. يلا مدبول ليه؟ ايوه كده. يلا. الله ايه مالكوا تكتيك؟ ما تهيصي. راسه كده يرفع. يا عيني يا عيني. يا بطاطا يا بطاطا. يا عيني يا عيني. عشان خاطر لك على 50 اهي. كنت فاكر ان دي الدنيا. امال الاخره تبقى ايه؟ خليل سامي ازيكم؟ اهلا اهلا. امال بقيت الشله فين؟ والله انا ما اعرفش. عن اذنك يا عادل. طب خدوني معاكم. خالد انت كمان قاطعني؟ انا مش بقطعك ولا حاجه، بس كل واحد منا ماشي في طريق غير التاني. انا ناوي اطلع مهندس وانت ناوي تشتغل في الكباريه. خالد انت اللي لازم تقدر موقفي. انت الوحيد اللي عارف كل ظروفي. افرض يا اخي ان انا غلطت، انا سبت كل حاجه ورجعت لكم تاني، تقوم تعمل معايا كده؟ انا اذنك. امال. أمال. نعم. أنا جيت تاني يا أمال، جيت عشانك أمال. أرجوك يا أمال ما تتخليش عني، أنا محتاج لك. صحيح كل شلة تخلت عني، لكن مش ممكن أنت تبقي زيي. مش ممكن أمال. Thank you.
حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي. مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا، جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا جينا لكم يا اللي لينا، مدوا ايديكم خدونا شيلوا الشوك من صدورنا والدمع من عينينا. اللي جينا لهم يا قلبي يا قلبي، في جرحنا جرحونا في جرحنا جرحونا. ابكي ابكي تحت الليالي والخوف مل والضلوع، قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع. رميت نفسك في حضن سآكل حضن حزن، رميت نفسك في حضن سآكل حضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي. كان مفروش هنا وحب وأغاني، إزاي تسلم مركبي للحزن تاني؟ الدنيا غيمة في عيوني، الدنيا غيمة في عيوني، على فين يا حزن؟ على فين يا حزن؟ على فين؟ رحلة الحزن الجديدة. ابكي ابكي تحت الليالي والخوف مل والضلوع، قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنور.
وحزن حتى في أحضان الحبايب. شوك شوك يا قلبي. عادل جه؟ ايوه جو. على فين يا عادل؟ مسافر مصر. كنت فين النهارده طول النهار؟ عند اصحابي. وطبعا قابلوك بالحضن. وكنت فين يا عادل؟ ومين اللي اخدك مننا كل المده ديت؟ والله ارجوك من فضلك مفيش داعي للكلام ده. مفيش داعي ليه؟ مش من حقي اتكلم معاك شوية قبل ما تسيبني وتسافر. فاكر يا عادل؟ فاكر أول يوم جيت فيه هنا أنا قلت لك إيه؟ لا مش فاكر. أنا فكرك هنا على السرير ده قلت لك بكرة تسيبني وتمشي زي غيرك. قلت لي لا. دي الحقيقة وانا عارفها. عمري ما ضحكت على نفسي. عادل عايز اقول لك حاجه قبل ما تمشي. اتفضلي. انا عرفت رجاله كتير لكن حبيتك انت. حبيت فيك الحاجه اللي ما لقيتهاش في نفسي ولا في كل الرجاله اللي عرفتهم. مع السلامه يا عادل. من حقك انك تروح لاصحابك وحبايبك وانا مش متضايقه. هما اصحابك مستنينك تحت ولا انت اللي هتروح لهم المنتزه؟ اصحابي عادل انت بتعيط. صحابي محدش فيهم راضي يكلمني. كلهم احتقروني. عارفين كل حاجة. عارفين اني بشوف رجالة داخلين طالعين وبشوفك بين ايد ده وده ومش قادر اتكلم ولا اعمل حاجة. وعارفين كمان انك بتصرف علي. دي شغلتي يا عادل وانا ما ضحكتش عليك. وانت عارف كويس ان مفيش ولا راجل حط ايده عليا من يوم عرفتك. وحكيت اني بصرف عليك انا ما بصرفش عليك ولا حاجة. اللي معايا معاك بكرة تشتغل وتبقى مهندس كبير وترد لي كل حاجة. انسى كل ده دلوقتي يا عادل وبكرة الصبح ان شاء الله كل حاجة هتبقى احسن. فقوس. يا حبيبي عادل انا اصحابك وحبايبك وانت اصحابي وحبايبي وكل اللي ليا في الدنيا. اعمل ايه؟ عادل مش ممكن يعمل كده. عادل اخلاقه كويسه انت عارفه. اهلا ايه ده؟ ايه مالك؟ في ايه؟ شوف لك حل حالا. فين؟ محمد ابن زينب هانم رجع من اسكندريه. بيقول ان عادل ابننا ماله اتلمت عليها واحده رقاصه وعايش معاها. حد عارف الرقاصه دي هتعمل في ايه يا اخوان؟ رقاصه ايه؟ ويا الرقاصه هتاخد ايه من ولد مفعوص زي ده؟ الرقاصات ما بيدوروش على العيال. اطمني. انا ما اعرفش الكلام ده. انا عايزه ابني ابني ابني. خلاص يا ستي انا هروح ادور عليه واجيبه لك بنفسي. هتدور عليه في ايه؟ في اسكندريه طبعا. انا عارف اسكندريه حته حته. يعني مفيش طريقة تانية؟ في ايه هي؟ اننا نسكت ونبطل الند ده. انا برضو مش مطمنة. مش مطمنة ابدا. عمرك ما كنت مطمنة. على كل حال خلاص يا ستي انا هسافر له وهنكون عندك تاني يوم. اطمئني. هه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 ه
بس ويسكي من فضلك. مساء الخير. أرجوكي ما تعرفيش واحد يجي هنا اسمه عادل؟ عادل عبد الحميد، شاب رفيع كده وصغير. أنا ما بحبش الشبان الصغيرين ولا الرفيعين. أنا بسألكيش عن شاب بتحبيه، بسألك عن شاب شفتيه. أنا ما بشوفش إلا اللي بحبه بس، ممكن أطلب كاس؟ افتح الله يا ست، مش من دول. ما يحكمش. اتفضل يا بيه، لا اسمع اتفضل. قولي. نعم يا بيه. ما تعرفش شاب رفيع وصغير اسمه عادل بيجي هنا؟ عادل؟ الرفيعين كتير والصغيرين كتير، لكن انا بقى معرفش حد اسمه عادل. تحب اجيب لك واحد اسمه علي؟ قولي من فضلك، ما تعرفش شاب اسمه عادل؟ عادل عبد الحميد، هو شاب صغير كده ما بيجيش هنا. حضرتك تعرفه؟ ايوه يا فندم، انا والده. انا سمعت الاسم ده قبل كده. استنى لما اسال صاحبتي يمكن تعرفه. واحد ويسكي من فضلك. محاس. لا، الراجل هناك ده ابو عادل. ابو عادل؟ وحياتك تشغلي شويه عبالا ما اتصرف. حاضر يا حبيبتي، من عينيا الاثنين. عارفه، خد عادل لما يجي ما تخليهوش يدخل، وتندهلي على طول، مفهوم؟ حاضر ست فردوس. حضرتك بتسأل على عادل؟ أيوه. زمانه جاي. هو دايما بيجي هنا؟ يعني بيقولوا إنه عايش مع واحدة بتشتغل هنا، يا ترى حضرتك تعرفيها؟ ولا عايش مع واحدة ولا حاجة، ده عيل صغير، مين اللي هترضى تعيش معاه؟ الواحدة منا لو حبت تعيش مع واحد لازم يكون راجل. تشربي حاجة؟ لا مش عايز. يا ولدي كفايه انا معطلك عن شغلك، واحد ويسكي. يا لا خساره، دول بيجيبوا لنا شاي. عارف يا ستي، خلوهم يسترزقوا. واحد ويسكي. يا لحظه واحده والله استاذ عادل، خليك هنا عشان في اشكال جوه. اشكال ايه؟ ما اعرفش، انا هندهلك ست فردوس، بس الله يخليك خليك هنا. ايه حصل ايه؟ مفيش، صاحب الصاله نبه عليا ان لو شافك هنا تاني هيطرد. بيقول ان الزبائن عارفين ان انا بحبك وانك بتشغلني عن الرقص، وعشان كده ما بيفتحوليش. قلت له ايه؟ ولا حاجه. هقول له ايه؟ ده راجل يبيع ابوه قلبه زي الحجر. اضطريت اسكت، وكده برضو احسن. احسن ليه؟ لان عينيك ابتدت تذوق. ولا انت فاكرني عبيط؟ شايفك يا اخويا وانت نازل تلاغي البنات بتوع الصلاه كل ليله. ما حصلش. انا بهزر معاك. يلا اسبقني انت على البيت، وانا اول ما اخلص هحصلك. يلا امبو. يعني عادل ما جاش؟ بقول ايه، ما تيجي انا وانت نروح لحد البيت نفرفش شويه، وبعدين اعمل تليفونات لكل صحباتي لحد ما نلاقيك. ها قلت ايه؟ معقول معقول. عن اذنك بقى هروح اغير هدومي وارجع لك تاني. الحساب ساعه البيت بسيطه. ميرسي سعادة البيت. ست محاسن، صاحب العمارة جه النهاردة وعايز إيجار الشقة، وعمل لنا النهاردة غاغة. مش وقته. ولو يا ست تسيب لنا 15 جنيه ندفعهم له بكرة الصبح. خدي من الشنطة. دورت في الشنطة ما لقيتش فيها إلا 5 جنيه بس. كمولة، ممكن وحياتك تسلفني 10 جنيه لحد بكرة الصبح؟ أحسن ما قبضونيش في الصالة.
وادي يا ستي العشرة جنيه. متشكرة يا كمولة، أنا مكسوفة منك خالص. الحياة الواحدة مننا مظلومة بشغلتها، كل تعبنا وشقانا بيروح لصاحب الصالح، إنما بختي كده. أنا كنت تلميذة وحبيت واحد أكبر مني، ضحك علي، اضطريت أهرب من بيت أبوه وفضلت هربانة لغاية دلوقتي. بس كان ممكن تشتغلي شغلانة تانية، سكرتيرة، عاملة في مصنع، أي حاجة. يا ريت يا أخويا تلاقيني شغلانة تانية. هحاول. صحيح والنبي هتحاول. طبعا إذنك بقى لما أروح أشوف عادي. ألو سنية، ما شفتيش عادل الليلة؟ لا أبدا، قصدي كنت عايزة في حاجة. باي باي. ألو فيفي، أسفة يا حبيبتي، أصل النبي كنت بدور على عادل. طيب يا حبيبتي، أسفة لإزعاجي. محدش عارف عادل راح فين الليلة. معلش بزيادة ليلة، لولا عشان خاطر عادل ما كنتش جيت هنا أبدا. وعشاني. وعشانك انت كمان يا كمولة يا حبيبي. يا هلا الله يا اللي مفهمين، وبقالكوا اسبوع مبوزين. قوموا العبوا راكت، قوموا العبوا بولي، قوموا اعملوا اي حاجه. انا عارف اني بايخ. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. انا شفت عادل امبارح بالليل. عادل شفت فين؟ شفت على الكورنيش راكب عربيه. طبعا كان مهيص بعربيه الست، واحنا هنا قلبينها محزنه، وهو لما كان ناوي يرجع لها جانا ليه؟ ها؟ احنا اللي تخلينا عنه، واحنا اللي رجعناه للست. انا المسؤوله يا جماعه، احنا لازم نخلصه. انا الليله هرجع بدري واحسب لك العربيه، اذا اتضايقت خدها وانزل اتفسح. بس اعمل معروف اوعى تيجي الكباريه، لحسن صاحبه يخرب بيتنا، ده راجل قاسي وقلبه زي الحجر. الدرجه دي؟ اعمل ايه؟ اكل العيش، مش هتاخر عليك. كمال بيه عادل ما جاش؟ زمانه جاي. تعال. مالك رايح جاي زي الخيلة الكدابة كده ليه؟ ما تيجي تلعب عشرتين. مية مزة. تفتكر الراجل صاحب الصالة ده مش عايزنا نروح هناك مع فرتوس ليه؟ والله ما اعرفش. ما تيجي تلعب. اشمعنى دلوقتي؟ ما انا كل يوم معاه. والله ما اعرفش. ما تيجي تلعب بقى امال. انا مستغرب. ليه ما قاليش انا بدل ما يجرح احساس فردوس؟ والله ما اعرفش. تفتكر يقدر يأذيها؟ وانا شعرفني. ما تيجي تلعب. اسمع. ها؟ انا هروح اشوف الراجل صاحب الصاله ده حكايته ايه. عادل افندم، انا دخت لغايه ما عرفت عنوانك. اديك عرفته. باين عليك مستعجل. ايوه مستعجل، راح اخلص اشكال الانسان اللي ما تخليتش عني زيكم. لك حق تزعل عادل، انا جاي عشان اعتذر لك واقول لك ان كلنا متاسفين على الطريقه اللي قابلناك بيها. كلنا احنا قعدنا اسبوع كل واحد فينا مكسوف من نفسه، مش عارفين احنا ليه عملنا معاك كده. امال ليه سبتوني ارجع؟ احنا غلطانين، بس مهما حصل الاصدقاء طول عمرهم لبعض.
في حاجة مهمة مش عارف أقولها لك إزاي. خير؟ أنا شفت والدك النهاردة. بابا يظهر إنه جه يدور عليك، لقاك متعلق في شجرة، طلع عشان ينزلك، نزلت أنت وفضل هو فوق. يعني مش فاهم. قبل ما جيلك هنا على طول رحت الكبرية أسأل عليك، لقيت والدك هناك قاعد مع واحدة رقاصة ونازل شرب وطهيص. انت كذاب كذاب. بابا لا يمكن يعمل كده. انا لسه شايفهم بعناية. مش ممكن مش ممكن. انت كذاب كذاب. عادل الراجل اللي قاعد مع محاسن ده بيجي هنا من امتى؟ انا اقول لك ليه، هو بقاله جمعه كل ليله هنا، انما مدب كبير قوي ممتع ست محاسن وبيصرف عليها دم قلبه. انت متاكد انه بيجي هنا من اسبوع؟ الا متاكد. طب واللي خلقك كل ليله هنا وهو مروح مع ست محاسن يظرفني النص جنيه؟ بقول لك مدب كبير قوي. من اسبوع يعني؟ من ليله فردوس ما قالت لي ما تدخلش. ايه بالظبط؟ فين فردوس؟ الله جاريه سعادي هي بتلبس في اوضتها. انت ليه ما قلتليش ان ابويا بيجي هنا كل يوم؟ ابوك مين؟ انا ما اعرفش ابوك. انت كدابه. انت عارفه كويس ان ابويا هو اللي قاعد بره مع محاسن، وانه بيجي هنا كل ليله، وان البواب بيقول عليه مدب. ايوه عارفه. علشان كده خليتيه يمنعني من الدخول ومثلت عليها كانت صاحب الصلاه. امال كنت عايزني اسيبه ياخدك مني؟ انا بحبك، افهم افهم يا عادل، بحبك. علشان كده صلطت عليه محاسن. انت اللي صلطتي عليه. ردي. اصلت عليه ازاي؟ هو صغير ده راجل كبير وعارف كويس هو بيعمل ايه. انا اللي عارف كويس انت تقدري تعملي ايه. انت ناسي اني عشت معاكي وشفت كل اللي بتعمليه، ومحاسن هتكون ايه؟ ما هي زيك تمام. ويا محاسن كانت تقدر تاخد منه حاجه الا اذا كان هو عايز يديها لها. انا كل اللي عملته طلبت منها انها تشغل 10 دقايق بس. وال10 دقايق بقوا ايام، والكاس بقى 100، وكل اللي بتعملوه. ابوك هو المسؤول. 100 واحد بيخش صاله كل ليله، انما ما حدش بيقع على اللي عايز يقع. انا عارف انك تقدري توقعي اللي انت عايزه توقعيه، لكن خلاص انا فهمتك. انت ما يهمكيش الا نفسك. مش كفايه كنت هتضيعي مستقبلي، عايزه كمان تخربي بيتنا، عايزه تشرديني انا وامي واختي. كملتي؟ ايوه يا حبيبتي. الازازه خلصت. خلصت فيها يطلع نصها؟ لا خلصت. على مهلك يا حبيبتي شوي، اصل الشرب يبقى واحده واحده. كمان الازازه خلصت. خلاص تبقى خلصت. جرسون. افندم ساعه الايه؟ من فضلك ازازه تانيه للست. حاضر يا فندم. اهو كده يا كمولتي. بابا وعادل مساء الخير يا بابا. انت بتعمل ايه هنا؟ سمحت تسيبينا لوحدنا؟ خليك يعني. انت بتعمل ايه هنا؟ انت كلم. انا هنا لان حضرتك هنا. تاخد اول قطر وتنزل على مصر. وحضرتك مش شغلك. مش حضرتك كنت اسكندريه عشان تدور عليا؟ انا اهو نرجع بقى يا بابا. الحتت اللي زي دي مش من مقامك. ومين جاب لي الحتت دي غير حضرتك؟ لازم تعرف ان ابوك واني قعدت 23 سنه اصرف من دم قلبي علشان اربيك واعلمك، جاي لي دلوقتي تقول لي اعمل ايه يا قليل الادب؟ يا بابا بقول لك كل اللي هنا نصابين بيضحكوا على الناس وياخدوا فلوسهم. فاكرني عيل زيك يا ولد؟ فاكرني مراهق؟ يا بابا بقول لك كل اللي هنا نصابين. الازازه اللي الست خلتك تطلب غيرها لسه مليانه اهي. امسك بقى. انا مش خارج من هنا الا معاك. طبعا حضرتك دفعت ايجار الثلاث اشهر المتاخرين للست، وطبعا دفعت دين البقال والجزار. خلاص اضرب زي ما انت عايز، موتني، لكن انا لازم اقول لك الحقيقه، لازم. انا شفت الحاجات دي كلها بعينيا، شفت الناس وهي بنضحك عليها، وما اقدرش اشوفك زيهم، ما اقدرش ما اقدرش. خلاص كفايه كفايه. ابنك عنده حق، كل الكلام اللي قاله لك مظبوط. خد ابنك وروح بيتك يا كمال بيه. احنا حياتنا غير حياتكم. كل اللي قاله لك عادل احنا بنعمله صحيح.
حبيته. مشوار طويل يا أمال، لكن أنا ما تغيرتش. أنا تغيرت يا عادل.